الآن ينضم إلينا هاتفيا من القاهرة الأستاذ عثمان ميرغني، الكاتب والمحلل السياسي السوداني. أستاذ عثمان، مرحبا بك سيدي، نسعد بانضمامك إلينا. ما الذي تفهمه من دعوة الجيش الوطني السوداني لمنتسبي قواته المسلحة المتقاعدين كي يعودوا إلى ممارسة مهامهم إذا ما كانوا قادرين على ذلك؟ ما معنى هذه الدعوة؟ نعم، لها ربما حيثيات تنقسم إلى مسارين. المسار الأول أساسا كان هناك خلال الفترة الماضية نوع من الاستهداف لمتقاعدي القوات المسلحة السودانية بواسطة قوات الدعم السريع. كانوا يبحثون دائما في الأحياء التي يسيطرون عليها أو عندما يكون هناك نقاط ارتكاز لتفتيش السيارات العابرة، كانوا دائما يسألون عن متقاعدي القوات النظامية عموما، وشكل ذلك نوع من المواجهة المستترة بين قوات الدعم السريع والمتقاعدين بصورة عامة. عفوا أستاذ عثمان، هؤلاء المتقاعدون هل هم مسلحون؟ لا طبعا، هم مدنيون عاديون لأنهم تركوا الخدمة في أوقات متفاوتة. بعضهم ترك الخدمة قبل سنوات طويلة وبعضهم تركها للتو. في النهاية هم خارج النطاق العمل العسكري ويحملون طبعا بالطبع بطاقات عسكرية باعتبار أنهم يتلقون بعض المساعدات من المستشفيات، مثلا العلاج وغير ذلك، مما يتطلب أن يكون لديهم هوية عسكرية، لكن لا يمارسون أي عمل عسكري. يعني هم بالكامل في وظائف مدنية أو متقاعدون لا يعملون أو ربما يعملون في وظائف استهدافهم يعني. إذن يرقى إلى درجة جريمة حرب طبعا، يعني استهدافهم لم يكن له أي داعي. يعني ليس هناك من معنى أن تبحث قوات الدعم السريع في حي معين على المتقاعدين وتبتدي تسأل بعض سكان الحي هل هناك بعض الضباط المتقاعدين أو حتى من الجنود أو ضباط الصف. هذا العمل كان له تأثير كبير جدا وجعل جميع ضباط المتقاعدين من القوات النظامية في مرمى نيران القوات الدعم السريع وأصبحوا مستهدفين. هذا من زاوية. الزاوية الأخرى طبعا هناك مشكلة حرب شوارع الآن. يعني الجيش السوداني يخوض حرب شوارع أو حرب مدن مع قوات الدعم السريع اللي استخدم الأسلحة الثقيلة، استخدم الطيران، لكن لا يستطيع التعامل مع مجموعات كبيرة من قوات الدعم السريع المنتشرة داخل المنازل وداخل الأحياء وأحيانا تحت ظلال الأشجار بما لا يمكن من رؤيتها بواسطة الطيران. يبدو أن قوات الجيش السوداني الآن ترى أنه من الممكن استهداف هذه التجمعات أو السيارات الدفع الرباعي التي يعتمد عليها الدعم السريع إذا كانت منعزلة داخل الأحياء. طبعا هذه السيارات تكون في شكل وحدات منعزلة، يعني بالعادة لا تتجمع في مكان واحد، فكأنما هي ستصبح صيد سهل للقوات الاحتياط التي ستنزل وهي قوات من المتقاعدين من القوات النظامية الذين يستطيعون استخدام الأسلحة بصورة جيدة. فإذا زودوا بهذه الأسلحة وأصبحت تحت إمرة الجيش، ربما يزودهم الجيش ببعض المعلومات عن قوات الدعم السريع في أحياء معينة فيستهدفوها، فتصبح بعد ذلك هناك خطورة على انتشار قوات الدعم السريع داخل المنازل المواطنين وداخل الأحياء، بما يقلل من وجودها وبما يزيد من مخاطر وجودها في هذه المناطق التي كانت تعمل فيها بصورة آمنة تماما. يعني تتوقع أستاذ عثمان أن تلقى تلك الدعوة استجابة من منتسبي الجيش المتقاعدين؟ أتوقع ذلك. هو عدد المتقاعدين من الجنود وضباط الصف يفوق 200,000 في نطاق السودان من الجنود فقط وضباط الصف، فأنا أعتقد أن العدد كبير وربما الجيش لا يستطيع استيعاب كل هذا العدد، قد يحتاج إلى 10,000 أو أقل من ذلك كثيرا، وبسهولة من سهولة جدا أن يجد مثل هذا العدد، خاصة أن المتقاعدي الجيش لديهم ولاء كبير جدا للمؤسسة العسكرية، وهذا بحكم يعني عقيدتهم العسكرية وعملهم فترة طويلة في القوات النظامية، فسيكون لهم ولاء كبير ويستجيبوا لهذه الدعوة. لكن يصبح بعد ذلك السؤال، هل يمكن لهذه الدعوة فعلا أن تكون تحت سيطرة الجيش بصورة كاملة بحيث لا تبدو كأنما هي قوات متطوعين مدنيين منتشرين يعملون وفق أوامرهم أو إرادتهم الذاتية؟ لأن ذلك عامل حاسم ومهم جدا أن يكونوا تحت إمرة الجيش وليس
العمل بصوره حره. لا اظن، لانه الانضباط العسكري يا سيدي لا ينسى، يتعلمه المرء مره واحده ثم لا ينساه مدى الحياه في تصوري يعني. نعم، انا اعتقد ان هذه هي نقطه مهمه جدا، وربما هذه التي ادت الى تعديل قرار وزير الدفاع. هو اصدر القرار الاول ولفت نظري هذا البند، وكنت مستغربا جدا له، لكن تم بعد ساعه تعديل القرار وازيل هذا البند، لان القرار الاول كان فيه نص يقول معاشيي كل يعني النداء موجه الى معاشيي القوات المسلحه وكل من يستطيع حمل السلاح، ثم بعد ذلك الغي سريعا وحذفت عباره كل من يستطيع حمل السلاح، لان فعلا ستفتح باب واسع جدا للذين لا يستطيعون لا يحملون العقيده العسكريه كما تفضلت. اي من يعمل في القوات المسلحه لديه القدره على الالتزام بالتعليمات بالصوره التراتبيه، لان ذلك هو تعلمه طوال حياته. لكن ان تسمح للمدنيين العاديين بان ينخرطوا في هذه الاعمال، فهم ليس لديهم الخبرة العسكرية أو العقيدة العسكرية والانضباط. أهم شيء هو الانضباط يا أستاذ عثمان، والله في الظرف الذي يمر به السودان الآن. دعني أنتقل بك وأرجو أن يعني تكون التأملات في هذا الشأن مختصرة للغاية. ماذا عن المبعوث الأممي للسودان، هذا الذي يبدو أنه ليس مرضيا بالنسبة للقيادة السودانية؟ نعم، يعني ظلت هو هذه ليست المرة الأولى. قبل حوالي عامين كان رئيس مجلس السيادة اشتكى من الخطاب الذي أدلى به المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن، وقال أن هذا الخطاب فيه إساءة للحكومة السودانية. كان ذلك في أعتقد فبراير 2021، وكان هناك خطاب قوي من جانب الحكومة السودانية ضد المبعوث الأممي بأنه يعني لا يقدر مسؤولية مهامه التي يكلف بها، وأنه يخرج عن سياق هذه المهمة. في خلال الفترة الماضية كانت هناك احتكاكات بين المبعوث الأممي وبعض المكونات المجتمعية السودانية، خاصة في ولاية البحر الأحمر، وكانت هناك مطالبة من هذه المجتمعات بأن يقال من مهامه وأن يوقف عمل البعثة. وأعتقد الآن الأمر جاء بصورة رسمية، يعني ليس بشكل احتجاجات خطابية كما حدث قبل عامين، إنما بصورة رسمية الطلب قدم إلى الأمم المتحدة لسحب واستبداله بشخصية أخرى، وهذا متاح طبعا العرف الدبلوماسي، وربما تستجيب الأمم المتحدة لهذا الطلب، لأنه طلب عادي يعني في السياق الذي يمكن أن يحتمل أن يكون فيه نوع من التعاون بين الدولة المستضيفة للبعثة وبين الأمم المتحدة. سيدي الكريم، أشكرك شكرا جزيلا. الأستاذ عثمان مرغني، الكاتب والمحلل السياسي السوداني.